في فيديو النهاردة هنكمل الموسم الثاني من مسلسلنا جانجس اوف لندن، وعلشان تبقى فاهم الاحداث ماشية ازاي تقدر تشوف الموسم الاول على القناة، وهتلاقي اللينك برضو في التعليق المثبت. وانتهى الموسم الاول بموت شون وانهيار عيلة ولاس تماما، وعرفنا ان اليوت بقى شغال لحساب المستثمرين، واول مهمة ليه كانت قتل شون وتهريب اليكس. لكن عرفنا برضو ان ماريان طلعت لسه عايشة، وكمان فلوريانا قررت تساعدها وتنقذها وتتعاون معاها. وفي الموسم ده هنعرف كل واحد فيهم بيخطط لإيه وإيه اللي هيحصل بالظبط. بيبدأ الجزء الثاني في الجزائر بعد ما مرت سنة على أحداث الجزء الأول، وبنشوف واحد اسمه حكيم ورجالته وهم رايحين يستلموا صفقة أسلحة، وده بناء على أوامر شخص اسمه باسم الزعيم بتاعهم. وبعد ما بيستلموها بيودوها للمخزن، وحكيم بيعين اتنين من رجالته يحرسوها، فبيقرر ابن عم حكيم اللي اسمه فاز انه يفضل مع الحراس. لكن الغريبة ان حكيم بينصحه يروح وما يستناش معاهم. طبعا فاز بيستغرب وما بيفهمش قصده، وبيقرر انه يفضل مع الحراس برضه. وفجأة وهم التلاتة قاعدين في الحراسة بيدخل عليهم مجموعة ماسكين أسلحة، ومعاهم الزعيم بتاعهم واللي بنعرف ان اسمه كوبا. وبيتصدموا هم التلاتة لما كوبا بيقول لهم ان واحد فيهم بس اللي هيفضل عايش، وفعلا بيقتل الحارس الأول وبيسأل الاتنين التانيين عن مصدر الأسلحة. لكن هم بيفهموه انهم مجرد حراس وما عندهمش معلومات عن اي حاجة. فاختصارا للوقت بيطلب كوبا من فاز انه يقتل زميله، وبيأمره يروح بعدها يبلغ باسم ان كوبا هو اللي استولى على بضاعته. فبيضطر فاز ينفذ اوامره وبيخرج جري من المكان يبلغ عن اللي حصل. بنروح بعد كده لاسطنبول في مكان عامل زي المغسلة، وبنشوف معظم اللي فيه مقتولين والباقيين بيحاولوا يهربوا. وبنعرف ان اللي مسبب الرعب ده كله هو اليوت، اللي واضح انه بينفذ مهمة جديدة للمستثمرين، واللي بنعرف انهم بقوا متحكمين فيه لانهم خاطفين ابوه. علشان كده بنشوفه بيقتل واحد اسمه شفاك، وبيبعت صورة جثته كدليل لواحدة من المستثمرين اسمها كين. الغريب ان اليوت بعد ما بينفذ مهمته بيلاقي عقد استثمار اموال بين شفاك واليكس، فبيفهم على طول سبب تكليفه بالمهمة وبيسيب المكان. اما اليكس فبقى هو صاحب مجموعة دوماني الاستثمارية، واللي طبعا كانت منظمة فين ولاس قبل كده، لكن دلوقت اليكس بقى هو المسؤول عنها وبيغسل فلوس المستثمرين. وواضح ان الاحداث اللي فاتت اثرت عليه وغيرته كتير لانه بقى مدمن، لدرجة ان شبح شون وهو بيتقتل بقى بيطرده في كل مكان. لكن اليكس بيقدر يتملك نفسه وبيرجع لشغله واجتماعه، وبيقطع اجتماعه مع الموظفين زيارة اسيف، واللي حاليا بقى المتحدث الرسمي واللي بينقل اوامر المستثمرين مكان جيفن اللي مات. وبيطلب اسيف من اليكس انه يرجع الفلوس اللي اخدها من شفاك، وده اللي اليوت قتله امبارح هو وعصابته في تركيا، لانه المفروض ما ينفذش اي شغل من غير اذن المستثمرين. وبيهددوا اسيف بخطورة اللي هو بيعمله على حياته وبيسيبه ويمشي. وبعد ما بيخرج من عنده بيروح للاجتماع اللي هو عامله لكل رؤساء العصابات علشان يعرفهم على كوبا اللي اجروا لحسابه هو ورجالته، وده اللي هيستخدمه علشان يسيطر عليهم ويمنع اي حد انه يشتغل من وراه. ولما بيوصل كوبا بيسأل باسم عن الشخص اللي باع له السلاح، لكن باسم بيقوله انه ما يعرفش وانها كانت صفقة سرية، يعني ما يعرفش اي معلومات عن الطرف اللي باع له، هو بس بيسلم الفلوس لرجالته ويستلم البضاعة منهم من غير ما يعرفهم. فبيتعصب كوبا وبيهدد كل اللي موجودين، وبيقول لهم ان اللي هيخالف اوامر المستثمرين هيحصل له نفس اللي حصل لفين وابنه شون. وبعد ما بيخلص الاجتماع ادوارد بيكون متضايق من اللي كوبا بيعمله، وبيقول لاسيف ان تأجيره لكوبا هيسبب لهم مشاكل اكتر من اللي عندهم. فبيقول له اسيف يتصرف هو ويعرف له مين اللي بيبيع اسلحه غيرهم، ساعتها هيطلب من كوبا يوقف اللي هو بيعمله. فبيوافق ادوارد وكل واحد فيهم بيسيب المكان ويمشي. وبيطلع ان ادوارد عارف اصلا ان الوان هو اللي ورا كل اللي بيحصل، فبيروح يتكلم معاه تاني يوم علشان يعرف مين اللي باع له الاسلحه. في الاول لوان بيرفض لانه مش عاوز يبقى تحت سيطرة اسيف، وبيقول له انه هيعرفه اللي هو عايزه لما المستثمرين يخلوه يشتغل مستقل مع نفسه من غير ما حد يتدخل في شغله ويقسمه في ارباحه. وبيطلب من ادوارد يتفاوض مع المستثمرين على الشرط ده مقابل انه يعرفه مصدر الاسلحة. فبيسيبوا ادوارد وبيروح فعلا يقابل اسيف علشان ينقل الرسالة للمستثمرين. ولما بيعرفوا رسالة لوان بيبان على اسيف انه مخطط لحاجة، وبيقول لادوارد انه هينقل رسالته وهيحاول يقنعهم بيها، بس بيقول له برضه انه ما يقدرش يضمن له انهم هيسامحوه بسبب اللي عمله.
في نفس الوقت كوبا بيكون بيأمنهم ومستنيهم برا المطعم، وفجأة بتيجي عربية حمراء تخبط عربيته وهي واقفة، فبينزل السواق علشان يشوف مين اللي خبطهم، وبيتصدم كوبا لأن اللي في العربية دي بيقتل السواق بتاعه، وبيهرب بعدها وما بيقدرش يشوف مين اللي فيها. فبيخرج إدوارد وأسيف من المطعم بسرعة أول ما بيسمعوا صوت ضرب النار، وطبعا بيقلقوا من موضوع العربية لأن ده معناه إن في شخص بيتحداهم. وبنشوف شانون خارجة من السجن بعد ما قضت سنة في الحبس لأنها قتلت فيك في الموسم الأول، وأول قرار بتاخده هو إنها تبعد عن أبوها وأخوها تماما لأنهم ما حاولوش يدافعوا عنها ويخرجوها من السجن وسابوها في سنة. فبتروح لمدرسة ابنها وبتاخده معاها لسكن بعيد، وطبعا إدوارد بيعرف على طول باللي حصل وإنها خرجت من السجن، فبيبعت أليكس يطمن عليها ويفهمها إنهم كانوا ناويين يساعدوها، وبيقول لها إن المستثمرين هم اللي أجبروهم يبعدوا عنها بعد اللي هي عملته لأنها من عيلة دوماني، وقتلها للشرطية كان هيأثر على سمعتهم، وبيوعدها إنه هيبعد عن المستثمرين قريب جدا لأنه حاليا بينفذ صفقات من وراهم وهيحاول يهربهم كلهم ويعيشوا في مكان تاني. لكن كلامه مبيأثرش على قرارها وبتصمم انها تبعد عنهم نهائي. وبالليل ادوارد بيلاقي اتصال جايله من اسيف برد المستثمرين وبيقوله انهم قرروا ما يسمحوش الخونة ويعاقبوهم كلهم، لكن ادوارد ما بيفهمش اسيف يقصد مين بالظبط غير لوان. في نفس اللحظة أليكس بيكون مستني اجتماع في مكتبه من المستثمرين، لكنه بيتفاجئ بإليوت وراه وهو ماسك مسدسه. ساعتها بيفهم إن مهمة إليوت الجديدة هي إنه يقتله بسبب اللي هو عمله، لكن إليوت ما بيقتلوش وبيحط مسدسه قدامه وبيقوله إنه عاوز مساعدته، وبيوري الفلاشة اللي خدها من شون في الموسم الأول، وبيقوله إن عليها معلومات تقضي على المستثمرين لآخر واحد فيهم، وبيقوله إنه يعرف ناس ويقدر يتصرف ويستخدم المعلومات دي ضدهم، وبكده ينقذ هو أبوه وأليكس وعيلته يخرجوا من تحت سيطرتهم. لكن واضح ان أليكس بيكون يائس تماما وبيقول له انه مش هيقدر يأذيهم لانه سلطتهم واصله لكل مكان، وللاسف أليكس بيقرر ينتحر ويخلص من كل اللي بيحصل لانه عارف برضه انه لو ما ماتش هيبقى في خطر على عيلته كلها. وواضح ان عقاب الخونة كله بيتنفذ في يوم واحد، لان في نفس الليلة لوان بيلاحظ حاجة غريبة في فيلته وبيتصدم لما بيشوف كل حراسه ميتين في كاميرات المراقبة، فبيجري بسرعة يخبي مراته وبناته في خزنة سرية، وبيروح يخرج سلاح بسرعة علشان يحاول يخلص على اللي عاوزين يقتلوه، وبينجح فعلا في كده وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني، نفس اللي عمله قبل كده مع موسى وعصابته لما خاف على عيلته. بس الصدمة انه بعد ما بيخلص عليهم بيسمع بناته بيصرخوا، فبيجري على فوق بسرعة وبينهار لما بيلاقي الخزنة السرية مفتوحة، وبيعرف ان كوبا خطف مراته علشان يسيطر عليه. وبنشوف حد بيتصل على تليفون لوان المرمي على الارض، وبنعرف انها من المورد اللي بيبيع له كل الاسلحه، والصدمه اننا بنكتشف ان المورد ده هي مريان نفسها، واللي واضح انها بقت شخصيه مختلفه تماما بعد موت شون. وبنروح بعد كده لمكان نوعا ما معزول عن العالم، وده اللي استقر فيه بيلي مع اخته جاكلين وبنتها بعد ما هربوا، لكن واضح ان مريان قدرت توصل لهم برضه لانها بعتت لبيلي واحده من اللي شغالين معاها تكلمه، وبتعرفه ان إليوت اللي قتل اخوه موجود حاليا في لندن ولازم يرجع هو كمان علشان ينتقم لموت شون، ولان بيلي حاسس بالذنب لان هو اللي عرف إليوت بمكان شون بيوافق، فبيعرف جاكلين واللي بتكون رافضه انه يعمل كده وبيسيبها ويمشي، وبيقابل امه في ايرلندا وبيعرف منها كل اللي حصل وان أليكس مات، وبيطلع ان هي وفلوريانا اسسوا عصابه جديده وبيجهزوا نفسهم للحرب اللي هتبدا، وبتقول له مريان ياخد معاه رجالتها وهم هيساعدوه ينتقم لشون. في الوقت ده إليوت بيتكلم مع كين علشان يعرف منها مكان ابوه اللي هم خاطفينه، لكنها بتقول له يروح لكوبا يساعده في مهمه صغيره الاول وبعدها يكلمها وهتعرفه مكان ابوه، فبيوافق إليوت غصب عنه وبيروح لكوبا فعلا، واللي بيطلب منه يعرف له صاحب العربيه الحمراء اللي خبطته امبارح وقتل السواق بتاعه، بما انه كان شرطي قبل كده يحقق في الموضوع ويعرف العربيه تبع مين. وبالصدفه وإليوت خارج من عند كوبا بيلاقي عربيه بتراقبه، وبيطلع ان كين بتتاكد بنفسها انه بينفذ المهمه، ولما بيجي إليوت يتكلم معاها بتعرفه المكان اللي فيه ابوه زي ما وعدته، فبيروح إليوت جري على هناك علشان يطمن عليه، وبيتصدم لما بيشوفه لان المستثمرين خلوا كام واحد تبعهم يضربوه، بس لما بيتاكد انه بخير بيدخل للحمام وبيخبي فيه الفلاشه اللي معاه مكان امانه ومحدش يتوقعه بحيث ما تقعش في ايد اي حد، وبيتصل على الشرطي اللي كان بيحقق معاه قبل كده وبيطلب انه يقابله. وبعد اللي حصل مع الوان وخطف مراته بيتصل على مريان وبيعتذر لها انه معرفش يرد على مكالمتها الاخيره، وبيطلب منها تبعت له صفقه تانيه من الاسلحه والمره دي اكبر لانهم بيخططوا وعايزين يقتلوا كوبا وعصابته.
فبتصدقه ماريان وبتوافق على طلبه وبتنهي معاه المكالمة. وقتها بيسقف له كوبا اللي قاعد جنبه لأنه عرف يكذب عليها، وبيطمنوا إنهم لما يقبضوا على ماريان هيسلموا مراته، وبيخلوه يسمع صوتها في التليفون علشان يتأكد إنها لسه عايشة. وإدوارد طبعا بيكون متضايق من اللي كوبا بيعمله، وبيزعق له لأن عمرهم ما دخلوا العائلات في شغلهم وخلافاتهم، فبيروح بعدها الأسيف علشان يخليه يوقف اللي كوبا بيعمله. والمشكلة إن إدوارد كل ده ما بيبقاش عارف بخبر موت ابنه، فبيصدمه أسيف أول ما بيدخله وبيعرفه إن أليكس انتحر ونط من فوق البرج بتاعه، وبيقوله إن المستثمرين قرروا يخفوا الخبر علشان سمعة الشركة. ومن الصدمة إدوارد ما بيبقاش قادر حتى إنه يتكلم وبيسيب المكان ويمشي. وبنشوف أسيف بعدها في مطعم بيقابل المحامي اللي كان ماسك حسابات فين، واللي بيتصدم لما أسيف بيقوله إنه عاوزه يوصله للحسابات دي كلها. طبعا المحامي ده بيرفض في الاول علشان سمعته، لكن أسيف كالعادة لازم يوصل للي هو عاوزه، فبينادي على رجالته يعذبوه لحد ما بيوافق يتعاون معاهم. في نفس الوقت مساعدة ماريان بتكون مراقبة إليوت، وبتبعت موقعه البيلي اللي بيستعد مع رجالته علشان يقتله. واول ما بتوصله المعلومات بيروح مع السواق للمكان اللي فيه إليوت، لكن لما بينزل علشان يقتله فجأة إليوت بيختفي من قدامه، وبنعرف انه دخل للكنيسة يستنى الضابط اللي اتصل عليه. وفعلا شوية وبيوصل الضابط ده وبنعرف ان اسمه جوزيف، فبيقول له إليوت انه مستعد يعمل معاه اتفاق ويسلمه معلومات خطيرة عن اللي اسمهم المستثمرين، بس في مقابل انه يوفر له هو وابو الحماية ويهربهم من البلد، وبيديله جزء من المعلومات دي علشان يثبت له انه مش بيكذب، وبيقول له يفكر بسرعة لانهم بيطلبوا منه يقتل اشخاص كتير كل يوم. وواحد من رجالة ماريان بيروح يقابل لوان علشان يتمم صفقة الأسلحة الجديدة، لكن طبعا لوان بيبقى عامل له فخ وبيمسكه يعذبه علشان يعرف منه المكان اللي ماريان مستخبية فيه. وفعلا بيعرف منه المكان بس بعد ما بيكون مات من كتر التعذيب، فبيتصل لوان على طول بكوبا يعرفه علشان يسيب مراته. وبيروح إدوارد البنت شانون يعرفها إن أخوها أليكس مات، وبيطلب منها تيجي تعيش معاه هي وابنها علشان يبقوا في أمان أكتر، لكن شانون بترفض وبتقوله إنه مقدرش يحمي أليكس وهو جنبه، وبتطرده من البيت وبتمنعه يتصل بيها إلا علشان يدفنه أليكس. أما إليوت فبيروح لمطعم باسم علشان يكمل تحقيق في موضوع العربية الحمراء، لكنه مش بيلاقيه هناك وبيعرف إنه راح لسوق السمك. وقتها باسم بيكون مع صبا بنت أخوه فعلا، واللي بتحذره من شغله وإن اللي بيعمله ده في خطر كبير على حياته، لكن باسم بيطمنها وبيقول لها تهتم بنفسها لأنه لما هيكبر في السن هتكون هي المسؤولة عنه. بس اللي ما يعرفوش باسم إن نهايته هتكون في نفس اللحظة، لأن فجأة حد بيضربه طلقة في دماغه وبيقتله قدام صبا، ومرة واحدة السوق كله بيتقلب ورجالة باسم بيشوفوا اللي حصل. وإليوت بيكون وصل هو كمان وبيبعت صبا لمكان أمان، وبيطلع إن بيلي كان مراقبه ووصل وراه لسوق السمك، فبيرفع عليه مسدس بس بيتردد شوية وما بيقدرش يقتله. ولسوء حظه رجالة باسم بيشوفوه وبيفكروا إن هو اللي قتل زعيمهم، فبيضربوا عليه نار وبتيجي طلقة في كتفه. ولأن خطة بيلي فشلت بيجري على برا ورجالة باسم بيطردوه، وبيدخل للعربية وبيحاول السواق يهرب بيه من المكان بسرعة، لكن للأسف من كتر ضرب النار السواق بيموت والعربية بتقع في المية. وبيضرب رجالة باسم نار كتير في المية علشان يتأكدوا إنهم ماتوا، لكن بنشوف بيلي لسه عايش وقدر يبعد عن المكان، بس بسبب إصابته ما بيقدرش يسبح للشط وبيغمى عليه. وبنشوف نفس العربية الحمراء اللي بيحقق فيها إليوت بتقرب منه، والصدمة إن اللي بيخرج منها هو شون وبيطلع لسه عايش ما ماتش. طبعا بيلي بينهار أول ما بيشوفه وما بيبقاش فاهم اللي بيحصل. وعلشان نعرف اللي حصل وازاي شون لسه عايش بنرجع ليوم الحادثة، اليوم اللي إليوت ضربه فيه بالنار في وشه وهرب أليكس. في الوقت ده وصلت لايل ورجالتها للمكان واخدوا شون معاهم وحاولوا ينقذوه لانهم لقوه لسه عايش، لكن وهم بيهربوا بيتفاجئوا بعربية بتخبطهم وبينزل منها اشخاص يقتلوا كل رجالة لايل وبيخطفوها هي وشون. لكن الغريب اننا بنشوف الجهة اللي خطفتهم دي وهم بيعالجوا شون، وبعد ما بيتأكدوا انه بقى بخير بيحبسوه في اوضة لوحده، وبنعرف بعدها ان الجهة دي بتعمل كده علشان يخلوا شون يشتغل معاهم وكمان ياخدوا كل المعلومات اللي معاه عن المستثمرين ويدمروهم. لكن شون ما بيرضاش يتعاون معهم نهائي، علشان كده كانوا دايما بيضربوه ويعذبوه. وبعد فترة من الحبس والتعذيب شون بيقرر يقاوم ويخرج من اللي هو فيه، فبيبدأ يأكل ويهتم بنفسه ويحاول يلعب رياضة علشان يرجع زي الأول. وبعدها بيطلب يقابل أكبر مسؤول في المؤسسة دي علشان يعمل معاه اتفاق،
وفعلا بيقابل القائد بتاعهم، والمفاجأة انه بيطلع جوزيف نفس الضابط اللي كان بيعذب إليوت في الموسم الاول، واللي بيطلب من شون يعرفه كل المعلومات اللي عنده عن المستثمرين، ويشهد كمان ضدهم قدام المحكمة علشان يقبضوا عليهم. لكن شون طبعا بيرفض وبيقوله ان اللي هو عاوز يعمله ده ملوش اي لازمة، لانه حتى لو شهد ضدهم مش هيتحبسوا بسبب علاقاتهم، ولازم علشان يقضوا عليهم يستولوا على قوتهم وياخدوا كل حاجة منهم، وعلشان يعملوا كده لازم يرجعوا ملك لندن من الموت. طبعا شون بيبقى قصده ان هو اللي يرجع يحكم لندن كلها تاني، بس اكيد هيبقى تحت سيطرة المؤسسة الجديدة وهينفذ اوامرهم بدل المستثمرين. وبيطلب منه كمان يخرج لايل من الحبس لانه هيحتاج مساعدتها، فبيوافق جوزيف على كل طلباته وبيخرج شون ينفذ الخطة في لندن. وبنرجع للوقت الحالي، اول ما بيفوق بيلي وبيلاقي اخوه جنبه، طبعا بيستغرب وبيسأله لقاه ازاي وعن سبب وجوده في نفس المكان، فبيقول له شون انه كان بينفذ مهمة، وبنفهم ان هو اللي قتل باسم، ولان حارس مريان التاني اختفى بيعرفوا ان الوان خانهم، علشان كده بيتصل شون على امه بسرعة يحذرها ان كوبا عرف مكانها. لكن مريان اول ما بتسمع صوته بتتصدم وما بتبقاش مصدقة انه لسه عايش، وفجأة بتلاقي طيارة تبع كوبا فوقها وبتموت كل رجالتها، فبتجري على فلوريانا وبنتها روزا علشان تنقذهم، وبتقدر انها تخرج بيهم من البيت ويهربوا جوا الغابة. وهناك بتلاقي عربية شون بعتها لها علشان تهربهم، وفعلا بتوصل مريان لمقر لايل واللي بتوديها تقابل شون وبيلي. وطبعا مريان بتسأل شون كان فين طول الفترة اللي فاتت وليه ما كلمهمش، فبيعرفها انه كان بينفذ عمليات في السر ضد المستثمرين علشان يضعفهم ويقدر هو يسيطر على لندن في الوقت المناسب، وما قدرش يعرفهم اي حاجة علشان ما يعرضهمش للخطر ويفضح نفسه، وما بيعرفهاش اي حاجة عن التحالف اللي هو عمله مع المؤسسة الجديدة. وبيسألها بعدها عن علاقتها بفلوريانا وليه بتحميها، فبتقول له مريان ان هي الوحيدة اللي ساعدتها وانقذتها من الموت، ولان وجود مريان وفلوريانا هيسبب خطر كبير عليهم، لايل بتتكلم مع شون وبتطلب منه يتصرف وينقلهم لاي مكان تاني غير مقرها، وكمان ياخد خطوات سريعه علشان يتخلص من كوبا زي ما وعدهم، وياخد الفلوس من فلوريانا يسيطر بها على المدينه وهي تبعت كمان لشعبها. واول ما بتخلص كلام معاه رجاله كوبا بيجوا للمكان، فبيخبوا عيلة ولس كلها في مخبأ سري لحد ما يمشوا، وبيطلع انهم جايين لهنا لانهم مسكوا واحد من عصابة لايل بيسرق منهم، وطبعا بينفذوا عليه العقاب وبيمشوا بعدها. ولان الخطر زاد جدا وقرب منهم، العصابة كلها بتعمل اجتماع وبيطلبوا من شون ينفذ وعوده بسرعة ويسيطروا على المدينة. في نفس الوقت شون بتجيله مكالمة من جوزيف وبيخرج يكلمه برا، واللي بيستعجله هو كمان انه ينفذ خطته ويتخلص من كوبا. وبيطلع ان إليوت مراقب مقر لايل وبيشوف شون وبيعرف انه لسه عايش. وبعد ما بيخلص شون المكالمة بيخرج شوية بالعربية يفكر في اللي هو هيعمله، وبيفضل إليوت مراقبه وبيقف وراه بعربيته. ولما بيخرج شون يشوف مين اللي مراقبه بيتفاجئ بإليوت وراه بالمسدس، وبيدخلوا هما الاتنين يتكلموا في العربية، وشون بيشكره لان الرصاصة اللي ضربها في وشه جت بعيدة سنتي عن مخه، وبيتوقع ان إليوت غالبا كان قاصد ما يقتلوش، ولانه عارف ان إليوت عمل اتفاق مع جوزيف بيقوله انهم شغالين دلوقتي مع بعض. طبعا ده بيضايق إليوت جدا لانه عارف ان شون ناوي على مجزرة وبيسيبه ويمشي. وبيرجع شون يتكلم مع امه وبيطلب منها تعرف من فلوريانا الحسابات بتاعت فين. في الاول مريم بترفض وبتقوله ان فلوريانا مستحيل توافق، لكن شون بيقول لها انهم محتاجين الفلوس دي ضروري وبيقدر يقنعها انهم يتكلموا معاها، بس لسوء حظهم ان فلوريانا برضو بتكون حاسة انهم هيخنوها، علشان كده بتروح تتفق مع لايل وعصابتها ان هي اللي هتديهم الفلوس اللي محتاجينها وهتتحالف معاهم، بس بشرط ينفذوا كل اللي هي تقوله. فلما بيجي شون وامه يتكلموا معاها، لايل بتقول لهم على اللي حصل، وبيطلع ان شروط فلوريانا هي ان شون وعيلته كلها يمشوا من المكان، بس الصدمة انها قبل ما تكمل كلامها حتى شون بيديها طلقة في دماغها وبيقتلها، وكلهم بيتفاجئوا ان شون اتغير وبقى بيتصرف زي ابوه بالظبط، ومستعد يعمل اي حاجة علشان يسيطر على المدينة. وبنروح لكوبا اللي بيدفن مرات لوان وهي لسه عايشة، لان مريان هربت وهو شاكك ان لوان بلغها قبل ما يوصل لها،
وبيحط كاميرا مراقبة في التابوت من جوه علشان يوريها اللوان ويفضل ينفذ أوامره. وكالعادة إدوارد بيشوف اللي كوبا بيعمله وما بيكونش راضي عنه، لكنه طبعا ما بيقدرش يتكلم لأنه عارف إنه بقى أضعف شخص فيهم. ولما بيجي الوان يقابل كوبا ما بيلاقيش مراته، وبيتصدم لأن كوبا بيتهمه إن هو اللي بلغ ماريان وخلاها تهرب، وبيفرجه على مراته وهي مدفونة تحت الأرض، وبيطلب منه يجمع كل اللي بيشتغلوا معاه ويقول لهم ينفذوا أوامر كوبا من النهاردة ويشتغلوا عنه. ساعتها بس هيقوله على مكان مراته علشان يلحقها، وبيديله مهلة لحد بالليل يجمع رجالته ويجي يسلمهم له. طبعا لوان بينهار لانه عارف انه لو استنى كل الوقت ده مراته هتكون ماتت، علشان كده بيراقب ادوارد بعد ما بيمشوا وبيهجم عليه بالمسدس وبيهدده انه لو ما وصلوش للمكان اللي فيه مراته هيقتله حالا. وبيقول لادوارد وهم في العربية ان سكوته عن اللي بيحصل ده غريب جدا. في الاول المستثمرين اخدوا منه سلطته وخلوا اسيف يتحكم فيه، بعد كده قتلوا ابنه من غير ما حتى يعرفوه ولا يدوله فرصة، وبيطلب منه يتحرك ويقاوم احسن ما يعيش عبد عندهم. ولما بيوصلوا للمكان اللي مراته مدفونة فيه لوان بيحفر بسرعة علشان يخرجها، لكن للأسف كوبا بيبقى مراقب تليفونه وبيبعت له رجالته على هناك، فبيحاول لوان يقاوم لكنهم بيكونوا أكتر منه وخلاص على وشك إنهم يقتلوه. وواضح على كلامه إنه أثر على إدوارد لأنه بيقرر يساعده في آخر لحظة، لكن رجالة لوان بيبقوا كتير جدا وبيقدروا يتغلبوا عليهم هما الاتنين. وفي مقر عصابة لايل بنشوف ماريان جنب جثة فلوريانا، وبيطلع إنها بتستخدم بصمة صوابعها علشان تدخل على حساباتها، وبتقدر توصل أخيرا للحساب اللي فيه الفلوس، بس المشكلة إنها بتلاقي جزء كبير جدا من الفلوس اتسحب، وما بقاش فاضل من المليارات دي كلها غير 500 مليون يورو. طبعا شون اول ما بيعرف كده بيقلق لان خطته كلها معتمدة على الفلوس، فبتطمنه ماريان انها تعرف طريقة ترجع بها الفلوس زي ما كانت وتحافظ على اللي فاضل. وبنشوفها وهي رايحة تقابل شانون في مطعم، وبنفهم من كلامهم ان هما الاتنين في تحالف ما بينهم، وبتطلب منها ماريان تروح لمحامي فين وتوصل منه لحساباته، فبتوافق شانون لان ماريان هي اللي ساعدتها وخرجتها من السجن. وفعلا بتروح لمكتب المحامي ده وبتعرفه بنفسها وبتسأله عن حسابات فين وبتقوله يوصلها بيها، لكن المحامي بيقول لها انه ما يعرفش عنها اي حاجة، وواضح انه بقى متوتر جدا. وبتلاحظ شانون انه مجهز الشنط وناوي يهرب من البلد، فبتطلع مسدسها وبتهدده انها هتقتله، وطبعا المحامي بيضطر يقول لها كل حاجة وانه وصل اسيف للحسابات قبلها وبينفذ لها كل اللي هي عايزاه علشان ما تقتلهوش. في نفس الوقت اسيف بيفهم ان المحامي عمل حاجة في الحساب لانه ما بيعرفش يسحب المبلغ الباقي زي ما سحب اللي قبله، فبيبعت له إليوت كالعادة يتصرف معاه ويخلص عليه بعدها. لكن إليوت بيتفاجئ لما بيوصل إن المحامي ميت أصلا في مكتبه، وبيتصدم لما بيلاقي شانون واقفة قدامه وهي اللي موتته، فبياخدها وبيهربوا هما الاتنين قبل ما الشرطة توصل للمكان. وبعد اللي حصل إليوت بيروح على بيته وبيلاقي كين مستنياه هناك، واللي بتقوله إن سكرتيرة المحامي بلغت الشرطة إنها شافت شخصين في المكتب، وبتطلب منه يعرفها مين اللي كان معاه بالظبط، لكن إليوت بيكذب عليها لأنه عارف إنه هيعرض حياة شانون للخطر، فبتهدده كين إن ده هيكون ليه عواقب عليه هو وعيلته وبتسيبه وتمشي. وبعد ما بتخرج من عنده بيجيله اتصال من الضابط جوزيف، واللي بيوافق على عرضه وبيقوله انه خلاص قدر يتصرف وهيأمنه هو وابوه وهيخرجهم بكرة من البلد، وده طبعا هيكون في مقابل الفلاشة اللي عليها كل المعلومات عن المستثمرين. فبيطمن إليوت انه اخيرا هيبعد عن العصابات وعن الخطر اللي مهدده هو وابوه دايما. وبعد موت فلوريانا بيلي هو اللي بياخد باله من بنتها، ولانه عاوز يبعدها عن حياة العصابات والخطر بيروح بها للكنيسة وبيسيبها هناك بحيث حد يلاقيها وياخدها يربيها. ولما بيرجع لماريان بتسأله عنها، فبيقول لها بيلي انه بعدها عنهم علشان يحميها. وعلى الناحية التانية بنلاقي جوزيف بيتصل بشون وبيقول له ان كوبا هيعمل اجتماع مع رؤساء العصابات كلهم النهاردة، وان دي انسب فرصة علشان ينفذ خطته ويقضي عليهم مرة واحدة. فبيروح شون يعرف لايل بالخطة وبيجمع العصابة، والمرة دي بيسمح لأخوه بيلي يبدأ يشارك معاهم، وزي ما جوزيف قال له كوبا بيعمل الاجتماع فعلا مع رؤساء العصابات، واللي بيكون معمول مخصوص علشان يعاقب إدوارد والوان قدامهم بحيث كل اللي شغالين معاه يخافوا ويلتزموا بأوامره. لكن لحسن حظ إدوارد والوان إن الهجوم بيتنفذ قبل ما يموتوا، وفعلا بيتفجر المكان ورجالة كوبا بيتمسحوا في ثواني، وشون بيبقى منظم الهجوم على جميع مقرات كوبا ورجالته، وفعلا بتبقى مجزرة في الليلة دي وبيخسر كوبا أغلب اللي شغالين معاه،
لكن كوبا نفسه بيقدر يهرب وسط كل اللي بيحصل، ورجالة لايل بينقذوا لوان لكنهم بيرفضوا ياخدوا ادوارد معاهم، ومن شدة الهجوم والانفجارات اللي بتحصل في المدينة الشرطة بترفض انها تتدخل، وبيقرروا يسيبوا العصابات يخلصوا حربهم مع بعض. وبعد ما خلص الهجوم رجالة شون بيلاقوا صبا وفاز، واللي هما المفروض تبع حكيم دلوقت بعد ما باسم اتقتل، واللي هو شغال برضو حاليا لحساب كوبا. علشان كده بيقول لهم شون ينقلوا رسالته لكوبا ويعرفوه ان شون راجع يسترد ملكه وهيسيطر على لندن بالكامل، ودي بتبقى اللحظة اللي بيعرف فيها الكل ان شون لسه عايش. اما الوانفة بيروح يحفر في الارض وبينقذ مراته. وتاني يوم بعد المجزرة اللي حصلت كوبا بيروح يقابل أسيف، وبيكون وصل لهم رسالة شون وعرف انه لسه عايش، فبيقول أسيف لكوبا ان هو السبب في كل الخسائر اللي حصلت، علشان كده المستثمرين بيدلوا تحذير وفرصة أخيرة، يا إما يقتل شون أو هيتقتل هو بداله. فبيتضايق كوبا طبعا بسبب كلامه وبيسيبه ويمشي. وشون بيروح يقابل جوزيف اللي بيقول له انه مبسوط من تنظيمه للهجوم، وان اكيد المستثمرين دلوقتي خسروا كتير وبقوا في اضعف حالاتهم، ودي فرصه كويسه جدا بالنسبه لهم علشان يقضوا عليهم تماما ويرجعوه ملك على لندن. بس طبعا بينبه شون انه لازم يسمع كلامهم وينفذ اوامرهم، فبيضطر شون انه يوافق لانه لسه مش بكامل قوته. علشان كده بيروح مع امه واخوه للمكان اللي الوان مستخبي فيه، بما انهم انقذوه بيعرضوا عليه يتعاون معاهم بحيث يقدروا مع بعض يقضوا على كوبا والمستثمرين للابد. لكن لوان بيرفض وبيقول لهم ان كوبا ده صعب اي حد يقتله، وبيحذرهم ان محدش يقدر يقف قدامه والا هيموت هو وعيلته، واخرهم ادوارد اللي حب يساعده. كوبا قلب عليه وعذبه ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقت. ولما بتعرف ماريان اللي حصل لإدوارد بتتصل على بنته تحذرها، وبتقول لها تاخد ابنها وتختفي في اي مكان حالا. في الوقت ده بنشوف كوبا فعلا مكتف إدوارد وعمال يعذبه، وبيقول له انه مش هيسيبه غير لما يعرفه كل حاجة عن شون، نقاط ضعفه وقوته وبيفكر ازاي. فبيقول له إدوارد انه لو عاوز يفهم شون يعرف ابوه كان بيتصرف ازاي. وبيجي الميعاد اللي حدده جوزيف لإليوت، فبيروح إليوت ياخد الفلاشة وأبوه علشان يهربوا بسرعة. بس وهما في الطريق شانون بتتصل بيه وبتسأله عن المكان اللي ممكن يكون كوبا مخبي فيه أبوها، فبيقول لها انه هيتصرف وبيرجع للعربية وبيكمل طريقه للمطار. وبعد ما بيوصله بيسيب الفلاشة مع أبوه وبيطلب منه يسلمها لجوزيف لما يقابله علشان يطلعه على الطيارة، وهو بس هيروح ينفذ آخر مهمة قبل ما يسيبوا البلد. وفعلا بيروح لمقر عصابة كوبا وبيدخل يدور على إدوارد، ولسوء حظه انه بيقابل ايد كوبا اليمين والحارس بتاعه، واللي بيعرف ان إليوت بيكذب وبيهجم عليه، لكن إليوت بيقدر يقتله وبيخفيه وبيكمل تدوير. واخيرا بيلاقي إدوارد وبيحرره علشان يهربوا، بس المشكلة ان الحراس بيشوفوهم وبيرفعوا عليهم الاسلحة، وبسبب تدريب إليوت بيخلص عليهم واحد ورا التاني بسرعة، وبيقدر بعدها يهرب هو وإدوارد من الشباك، وبيوصلوا البنت شانون علشان تعالجه وبيسيبهم ويمشي. وطبعا بيجري على المطار علشان يلحق ابوه يهربوا. في نفس اللحظة جوزيف بيكون وصل لابوه وبيطلب منه الفلاشة، لكن ابو إليوت بيرفض يدهاله ولا يركب الطيارة الا ما ابنه يرجع. وللأسف لما بيوصل إليوت للمطار بيلاقي أبوه جوزيف هما الاتنين مقتولين، فبيعرف إن المستثمرين كشفوا خطته كلها وعجبوه، وبيقرر ينتقم من كين اللي بتكلمه دايما وبتديله الأوامر. بس لما بيوصل لها بتقول له كين إن ملهاش علاقة بقتل أبوه، وإنها مجرد كانت بتنقل له أوامر المستثمرين مش أكتر، لكن إليوت مش بيصدقها وبيقتلها ويهرب. وبنشوف صبا وهي داخله لمقر عصابه لايل، وبتطلع نقله رساله من كوبا لشون طالب فيها انه يقابله، فبيوافق شون وبيحدد لها المكان اللي تخلي كوبا يكون موجود فيه، وفعلا بيروح يقابله في نفس اليوم بالليل. واول حاجه كوبا بيساله عن اللي عاوزه بعد كل اللي هو بيعمله، فبيقول له شون انه عاوز يعمل معاه تحالف بدل العداوه اللي ما بينهم، وان هما الاثنين مع بعض هيقدروا يسيطروا على المدينه كلها، لا اسيف ولا المستثمرين هيقدروا يقفوا في طريقهم. وواضح ان كلامه عجب كوبا بعد تهديد اسيف الاخير ليه، وبيوافق فعلا وبيروحوا هما الاثنين لمكان عامل زي الجراج، وهناك بتيجي واحده تسلم شون الفلاشه اللي كانت مع إليوت. والمفاجاه ان اللي قتل جوزيف وابو إليوت هو شون نفسه، علشان ياخد الفلاشه وما يبقاش اسير لجوزيف ولا يقدر يتحكم فيه. وبيفتح الفلاشه لكوبا وبيوريه المعلومات اللي هيقدروا يقضوا بها على المستثمرين نهائي. ومن بعد التحالف اللي حصل ما بين شون وكوبا المدينة بتتقلب، والتلفزيون بينشر أخبار كل يوم عن قتل عدد من الشخصيات الكبيرة أصحاب المناصب. وفي يوم وأسيف داخل لعربيته بيتصدم لما بيلاقي كوبا مستنيه،
فبيتعصب أسيف وبيقول له إن المهلة اللي مديها له القتل شون خلصت وإن المستثمرين هيخلصوا منهم كلهم بسبب اللي بيحصل. لكن فجأة بيقاطع كلامهم دخول شون هو كمان للعربية، فبيفهم أسيف إن شون وكوبا في ما بينهم تحالف، وبيعرض عليه شون إنه يتعاون معاهم ويديهم المعلومات اللي عنده عن المستثمرين ويبقى شريك ليهم. لكن أسيف بيرفض لأن شون ساعد لايل إنها تقتل ابنه ناصر. ساعتها كوبا بيستنى لما شون ينزل من العربية وبيعرض على أسيف حاجة بس لسه مش واضح هي إيه بالظبط. وأول ما بيرجع كوبا بيتكلم مع شون في المقر وبيقول له إنه اتفق مع أسيف وقدم له عرض لأنهم محتاجينه. وبيتصدم شون لما بيعرف إن كوبا اتفق مع أسيف وسلمه لايل، فبيتعصب جدا لأن لايل هي اللي ساعدته أكتر من مرة، وكمان هم حاليا في مقر عصابتها اللي لو عرفوا باللي حصل هيقتلوهم. فبيسيبوا كوبا يفكر مع نفسه وبيمشي. وبيدخل عليه بعدها أخوه بيلي واللي سمع كل حاجة وبيقول له إن اللي كوبا عمله ده هو الصح وإنه لازم يضحي بأي حاجة علشان يوصل للي هو عايزه. وشانون بعد ما عالجت ابوها بتاخده وبيروحوا يقابلوا ماريان، واللي واضح انها مش راضية عن تصرفات ابنها شون لانها مش واثقة في كوبا وعارفة انه هيتقلب عليهم في اول فرصة، علشان كده مش عايزاهم هما اللي يسيطروا على لندن، وبتطلب من ادوارد يساعدها ويرجع التحالف بين عيلتهم زي الاول. فبيوافق ادوارد لانه عاوز يحمي عيلته هو كمان. ولما بترجع شانون على البيت بتلاقي إليوت مستنيها وبيعرفها ان ابوه اتقتل وانه عاوز ينتقم من المستثمرين. فبتقول له شانون ان الانتقام اللي هو عايزه بيحصل فعلا على ايد شون وكوبا لانهم قدروا يجيبوا معلومات مهمة عن المستثمرين وبيقتلوهم كل يوم واحد ورا التاني. ساعتها بيفهم إليوت ان شون هو اللي قتل ابوه واخد الفلاشة، فبيقرر يروح ينتقم منه ويقتله هو وكوبا. لكن شانون بتمنعه لانها عارفة انه هيموت، وبتقول له انها هتساعده ينتقم ولازم يخططوا قبل ما ينفذوا اي حاجة. في الوقت ده اسيف بيكون معلق لايل عنده بعد ما كوبا سلمها له، وبيهددها انه هيعذبها وهيقتلها زي ما عملت في ابنه ناصر، وبيسيبها شوية وبيخلي الحراس بتوعه يجهزوا ادوات التعذيب. لكن بعد ما بيمشوا بتحاول لايل تحرر نفسها، ولانها مش قادرة تعمل كده تماما بتمسك حتة ازاز من على الارض، وبمجرد ما بيقرب منها اسيف بتضربه في رقبته بالازازة، وبعدها بتفك نفسها وبتحاول تقتله، لكنها بتضطر تسيبه وتهرب لان الحراس بيوصلوا، وبتقدر انها تخلص من اللي بيطردوها وتجري على برا. ومرة واحدة بتلاقي عربية ماشية وراها في الشارع، فبتتفاجئ لايل وبتفرح لانه بيطلع شون وبتفكر انه جاي ينقذها، بس الكارثة ان شون بياخدها وبيرجعها تاني لأسيف يقتلها. طبعا لايل بتنهار وما بتبقاش مصدقة انه يخونها، لكن واضح ان شون اقتنع بكلام بيلي وقرر يضحي بيها. وبعد ما تم الاتفاق ما بينهم شون بيبدأ هو وكوبا الشغل مع أسيف، بس بتقابلهم مشكلة بعد أسبوع وهم بينقلوا شحنة مخدرات كبيرة جدا لأن الشحنة دي حد بيسرقها وبيخفيها تماما. وبنعرف ان اللي سرقها هو الوان بالاتفاق مع ماريان وإدوارد واللي شكلوا تحالف علشان يقضوا على شون وكوبا. ولما بيعرف شون ان الشحنة اتسرقت بيتعصب جدا لان محدش يعرف الطريق اللي هتمشي فيه الشحنة غير اقرب ناس ليه. فبتقول له ماريان ان اكيد كوبا هو اللي خانه زي ما كانت متوقعة، لكن شون بيقول لها مستحيل وبيخرج يشوف حل للمصيبة اللي هم فيها، ولان بيلي ذكي جدا بيشك في امهم اول واحدة، وبيقول لها ان هي كمان كانت عارفة طريق الشحنة ولانها عاوزة هي اللي تحكم لندن فاكيد هي اللي سرقتها. لكن ماريان بتعمل نفسها متضايقة من كلامه وبتسيبه وتمشي. وبتروح بعدها مع ادوارد وشانون يقابلوا الوان علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي. فبتتفق معاهم ماريان انهم هيبيعوا الشحنة دي في السوق بنص ثمنها بحيث يضربوا سعر شون وكوبا ومحدش يشتري منهم نهائي. والمفاجأة ان بيلي بيطلع مراقب امه وبيسمع كل حاجة وبيتأكد من شكه وان امه ليها دخل في اللي حصل، فبيستناهم يمشوا وبيدخل للعربية اللي فيها الشحنة وبيطلع تليفونه يتصل باخوه علشان يعرفه كل حاجة. لكن لوان بيرجع تاني بالصدفة وبيشوفه وبياخد منه التليفون وبيحبسه على ما يتصل بماريان، فبترجع له ماريان بسرعة علشان يقرروا هيعملوا ايه مع بيلي، واللي بيقول لها انها بتعمل كل ده لانها متضايقة ان شون بقى هو الملك وانها عاوزة تحكم لندن حتى لو كان على حساب موت ولادها. لكن ماريان بتفهمه انها بتعمل كل ده علشان تحميهم وبتقرر انها تحبسه مع الهيروين لحد ما يخلصوا خطتهم. اما شون فبيروح لكوبا علشان يشوفوا حل في المصيبة اللي حصلت، وبيتكلموا مع اسيف واللي بيقول لهم ان هم المسؤولين عن اللي حصل، لكن شون بيهدده وبيقول له انه مسؤول زيهم بالظبط ولازم يشوفوا حل اللي بيحصل لان كلهم هيتضرروا. فبيقول لهم اسيف انه باع شحنة مخدرات كبيرة لواحدة اسمها اوجستيني فرنسا،
وانها اكيد لسه ما بعتش ربعها حتى، فممكن يسافروا يتفاوضوا معاها وياخدوا نصها مؤقتا، ولان ده الحل الوحيد قدامهم بيسافر شون وكوبا فعلا، وبياخدوا معاهم صبا علشان تترجم لهم هناك، ولما بيوصلوا فرنسا بيروحوا يقابلوا اوجستين في مطعمها وبيعملوا معاها اتفاق انهم ياخدوا منها نص البضاعه في مقابل اي شرط تطلبه. فبتقول لهم اوجستيني انها هتفكر في عرضهم، وبتطلب منهم يقابلوها تاني النهارده في قاعه الاشخاص المهمين. وبتنتهي المقابلة وبيخرج شون وكوبا من المطعم، وبيخلوا صبا تروح ترتاح لحد ميعاد اجتماعهم الليلة. وبيطلع ان إليوت عرف خطتهم من شانون وجي وراهم لفرنسا، وبيكون مراقبهم وشايف صبا وهي ماشية لوحدها، فبيجي من وراها يخطفها وبيدخلها العربية، وبيفكرها ان هو اللي انقذها يوم قتل عمها باسم في السوق. ولما بتهدى شوية بيقول لها انه محتاج مساعدتها علشان يقضي على شون وكوبا، ولان صبا كره الشغل معهم اصلا بتوافق، وبتعرفهم المكان اللي هيقابلوا فيه أوجستين النهاردة، فبيديها إليوت مسدس تدخله لهم جوه المكان لانها مع شون وكوبا، واكيد محدش من الحراس هيفتشها. وفعلا في اجتماع الليلة دي صبا بتسيبهم وبتروح تخبي المسدس، وبترجع بعدها تحضر الاجتماع بسرعة بحيث محدش يشك فيها، وبتوافق أوجستيني انها تدي البضاعة لشون، بس في مقابل انه يسهل لها دخول لندن لانها بتتاجر في البشر، ومع ان دي حاجة ضد مبادئ شون وابوه رفضها قبل كده الا انه بيضطر يوافق. في نفس الوقت إليوت بيكون دخل للمكان ورايح للقاعة اللي صبا قالت له عليها، بس بيتصدم لانه بعد ما بيقتل الحراس وبيدخل بيلاقيها قاعة غلط، وطبعا الفندق كله بيتقلب وأوجستيني بتعرف اللي بيحصل، فبتوري إليوت على كاميرات المراقبة لشون وبتسأله اذا كان يعرفه. طبعا بيبان على شون انه يعرفه لانه بيتعصب. ساعتها أوجستيني بتتضايق جدا وبتطردهم برا المكان، وبتقول لهم ان الصفقة اتلغت وياخدوا مشاكلهم معاهم لندن. وفي الاسانسير بيفهم شون ان في خاين ما بينهم، واول حد بيشك فيه هي صبا، وبياخد تليفونها يشوفه، ولما بيشوف الرسائل بيتاكد ان هي اللي خانتهم فعلا، فبيقرروا ما يقتلوهاش ويرجعوا يستجوبوها في لندن ويعرفوا منها كل حاجه. وبعد ما بيهرب إليوت بيكلم شانون وبيقول لها تستخبى هي وعيلتها لان اكيد شون هيحاول يخلص منهم، لكن شانون بتقول له انهم خلاص مش هيهربوا، وبتعرفوا خطه تانيه يحاربوا بيها شون. وبيطلع ان الخطه دي هي انهم يستخدموا بيلي، لان إليوت بيعرف منها المكان اللي هو محبوس فيه وبيروح على هناك، وبيكتفه وبيمسك الفاس، بس لسه مش واضح اذا كان هيقتله ولا لا. شون في الوقت ده بيكون رجع لندن وبيروح يعرف امه باللي حصل، وبيقول لها انه ما قدرش يجيب الشحنه لان في خاين ما بينهم بيبوظ عليه كل حاجه، وفجاه بيقطع كلامهم جرس الباب، فبتقوم مريان تفتح الباب وبتستلم صندوق من البريد، وبتقلق لما بتلاقي دم على ايديها والصندوق كمان متغرق دم، وبيتصدموا لما بيفتحوا الصندوق وبيلاقوا دراع بيلي جواه. مريان طبعا بتحس بالذنب لان هي اللي حبست بيلي وسلمته ليهم، وبيحس شون بكده وان امه ليها علاقه بالموضوع، فبتضطر انها تقول له الحقيقه وتعترف له بكل حاجه، وكالعاده بتقول له انها عملت كده علشان تحميهم، وانه لازم ينسى موضوع بيلي ده تماما لانه خلاص يعتبر مات. ساعتها شون بيتعصب جدا من كلامها وبيخنقها وبيحاول يموتها، لكنه بيرجع في كلامه وبيسيبها في اخر لحظه، وبيقول لها تبعد عنهم تماما وانه مش عاوز يشوفها تاني. واول ما بيخرج شون من البيت بيلاقي إليوت بيتصل عليه، فبيقول له شون انه موافق على كل طلباته مهما كانت، بس بشرط يسيب اخوه بيلي وما يقتلوش، وده طبعا نفس اللي إليوت عاوزه، وبيعرفه يسلم نفسه ازاي. في نفس الوقت كوبا بيكون واخد صبا يسلمها الحكيم لانها من عصابته ولازم هو اللي يقتلها بايده عقابا على خيانتها، وبيتفاجئ كوبا ان شون جاي يتكلم معاه، وبيقول له على اللي حصل وبيطلب مساعدته. وبعد ما بيمشوا حكيم بيطلع مسدسه علشان يقتل صبا، ولما فاز بيدافع عنها بيضربه وبيوقعه على الارض، فبتستغل صبا الفرصه وبترمي على حكيم نار، وبتاخد مسدسه وبتقتله، وبكده تقدر تهرب هي وفاز. ومريم بتروح على مكان الشحنه تطمن عليها بعد اللي حصل، وطبعا بتلاقيها اختفت هي وابنها، فبتقابل لوان وبتعرفه كل حاجه، وبتقول له ان اكيد شانون وادوارد هم اللي خانوهم، فبيطمنها لوان وبيعرفها انه كان حاطط جهاز تعاقب مع الشحنه، وبيخططوا ازاي يقدروا يرجعوها تاني ويعاقبوا شانون وادوارد على اللي هم عملوه. وبنشوف شانون وهي بتتكلم مع ابوها عن خطتها مع إليوت. في الاول ادوارد ما بيبقاش موافق لانه خايف عليها هي وابنها، لكن شانون بتقول له ان هم اللي احق بالسلطه من عيله ولس،
فبيقتنع إدوارد بكلامها وبيقول لها إنهم لازم يتحملوا عواقب اللي هم بيعملوه. وفعلا في الليلة دي بيلاقوا ماريان والوان بعتن لهم رجالة كتير، بس واضح إن شانون وإدوارد كانوا مستعدين للي هيحصل، لأن رجالة لوان أول ما بيدخلوا للأوضة ما بيلاقوش فيها أي حد، وفجأة النار بتتفتح عليهم من إدوارد وبنته من الأوضة اللي جنبهم، وشوية وبيوقفوا ضرب النار وبيكونوا خلصوا عليهم كلهم. وبعد ما بتنتهي المجزرة دي إدوارد بيخرج يتصل بلوان اللي قاعد في عربيته، وبيتفق معاه انه ينهي الليلة دي لحد كده وما يبعتش رجالة تانية، ويستنى لبكرة لحد ما يشوفوا موضوع إليوت وشون هينتهي على ايه، ومين اللي هيموت التاني فيهم، ومين اللي هيسيطر على لندن. في الوقت ده شون وكوبا بيبقوا في طريقهم لإليوت، وفي نص الطريق بيقفوا عند بنزينة علشان يستريحوا، وبيدخل شون للمحطة وبيجيب أكل لكوبا وكل رجالته، بس المفاجأة إن كوبا لما بياكل السندوتش بتاعه بيلاقي نفسه تخدر تماما، وبيبدأ ينزف دم من كل حتة في وشه وبيحس إنه تشال، وبيفهم إن شون غدر بيه لأنه بيعتذر له، وبيطلع إن ده كان أول طلب من إليوت علشان ما يقتلش بيلي. وبعد ما بيموت كوبا شون بيحطه في شنطة العربية وبيكمل طريقه، وأول ما بيوصل للمكان اللي فيه إليوت بيخرج جثة كوبا يوريها له. ساعتها إليوت بياخد بيلي وبيخرج له وهو حاطط على راسه بندقية، وبيخلي شون يرمي سلاحه وينزل على الأرض هو كمان، لكن قبل ما يقتله بثواني بيلي بيكون شايل معاه مفك وبيضربه بيه، فبيستغل شون الفرصة وبيهجم عليه وبيبدأوا هما الاتنين يضربوا في بعض، وبيقدر شون يتغلب عليه وبيكون على وشك انه يقتله، لكن إليوت بيفوق وبيضربه في آخر لحظة وبيوقعه على الأرض، وبيمسكه بعدها يعلقه من رقبته، ولأن بيلي خسر دم كتير بسبب دراعه ما بيبقاش قادر حتى يتحرك، وبيفضل يترجى إليوت انه ما يقتلش اخوه، لكن مفيش فايدة. وفي الاخر إليوت بياخد بيلي معاه يوديه لأي مستشفى وبيسيب شون مكانه، وبنشوف عربيات الشرطة رايحة لنفس المكان اللي كانوا فيه، وبيطلع ان إليوت قرر ما يموتش شون وانقذ حياته قبل ما يمشي، وقال له انه هيسيبه عايش يتفرج عليه وهو بياخد مكانه وبيدمر حياته. وفعلا الشرطة بتيجي تقبض على شون وبيدخل السجن، واخو بيلي بيزوره من فترة للتانية بعد ما تعالج، وفعلا إليوت بينفذ كلامه وبياخد مكان شون، وبيكون هو الزعيم الجديد والمتحكم في كل عصابات لندن. اما المفاجأة الكبرى فهي ان لايل بتطلع لسه عايشة، والاغرب انها حاليا شغالة مع اسيف اللي قتلت ابنه وكان عاوز يموتها. وواضح ان شون في الموسم الثالث هيشوف ايام سودة بسبب اللي عمله معاها، ولسه متحددش الموسم الثالث هينزل امتى بالظبط، بس غالبا هيبدأوا تصويره السنة دي وهينزل على اخر السنة. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة ونهاية الموسم الثاني، يا رب يكون عجبكم، وكالعادة كان معاكم شعيب، سلام.